بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الفيديو ده عن الإريثروبويتين. الإريثروبويتين ده عبارة عن جلايكوبروتين بيتقاس في الدم في عينة السيرم. طبعا مفيش أي احتياطات مطلوبة من المريض قبل عملية القياس، يعني ممكن يتقاس عادي بغض النظر عن نوع الأكل اللي واخده. لكن زي ما هنتكلم بعدين، في بعض الأدوية بتأثر على مستوى الإريثروبويتين في الدم. ايه هي الوظيفة بتاعة الإريثروبويتين دي؟ الوظيفة بتاعة الإريثروبويتين اللي هو يعتبر ستيميليتور فور سينثيسيس اوف ريد بلاد سيلز، يعني يعتبر المنبه اللي هو بيعمل تنبيه لنخاع العظم البون مارو اللي هو يبني خلايا دم حمراء. بيفرز من فين الإريثروبويتين؟ الإريثروبويتين ده بيفرز من الكدلي، من الكليه. ده البين سايت اوف برودكشن، يعني المكان الاساسي لانتاج الاريثروبويتين هو الكليه، لكن بيفرز برضو بكميات قليله من الكبد. ايه اللي بيخلي الاريثروبويتين يفرز؟ يعني ايه اللي بيخلي الكليه تعمل سكريشن او للاريثروبويتين؟ الاريثروبويتين بيزيد في الدم او بيحصل له عمليه بناء من افراز من الكليه في حالات لما يحصل نقص للأكسجين، لما يحصل نقص للأكسجين، لما مستوى الأكسجين يقل في الدم على طول بيحصل تنبيه للكلية، لخلايا موجودة في الكلية إنها تفرز الإريثروبويتين. الإريثروبويتين بيفرز من الكلية بيروح على نخاع العظم فبيعمل ستيميوليشن لتنبيه لبناء خلايا دم حمراء. معروف إن خلايا الدم الحمراء هي طبعا اللي بتحمل الأكسجين في الدم، فده طبعا بينعكس على زيادة الأكسجين، فبالتالي أول ما مستوى الأكسجين يزيد في الدم على طول يحصل الإريثروبويتين، هنا مستوى يرجع للطبيعي أو يقل في الدورة الدموية. ده اللي هو الميكانيزم أو الطريقة اللي بيشتغل بيها الإريثروبويتين، نظرا إن هو بيطلع من الكلية. فبالتالي هنا بلاقي اللي دايما الأمراض الكلية الكيدني ديزيزز بتأثر على الإفراز بتاع الإريثروبويتين. فبالتالي هنا بيستخدم، يعني ليه بيتقاس في الدم؟ بيتقاس عشان يعمل تقييم لحالات الأنيميا المصاحبة لأمراض الكلية أو الفشل الكلوي اللي هي المزمنة. فبالتالي هنا بشوف هل الإريثروبويتين هنا مستوى طبيعي اللي بيفرز من الكلية، ولا الكلية خلاص بتفرز كميات قليلة جدا بالإريثروبويتين، وده طبعا بينعكس على خلايا الدم الحمراء وبينعكس على الأكسجين اللي موجود في الدم. يبقى في الحالة دي ممكن طبعا يمكن في تدخل عن طريق العلاج. يعني الحاجة اللي بعد كده، ممكن الإريثروبويتين برضو مستواه في الدم يستخدم عشان كتشخيص للحالات اللي بيحصل فيها لحالات السرطانات اللي مصاحب ليها إفراز كميات كبيرة من الإريثروبويتين. مثلا وجود سرطان في خلايا الكلية ممكن تؤدي إلى إفراز كميات كبيرة من الإريثروبويتين، فممكن نقيسه في الدم ويتم التعرف على مثل هذه الحالات. برضو أحيانا بيستخدم الإريثروبويتين في مجال الرياضة، في الرياضيين اللي هم بيبقوا عايزين يزودوا كمية خلايا الدم الحمراء اللي موجودة في الدورة الدموية، فبيتعالج بياخد مصدر خارجي للإريثروبويتين عشان يزود خلايا الدم الحمراء في الدورة الدموية. وبالتالي ده بينعكس على ايه؟ ده بينعكس على زيادة الأكسجين. فبالتالي الرياضي هنا اللي بيعمل تمارين عنيفة ما بيتعبش بسرعة مثلا في المسابقات، لما هو هنا ساء دي استخدام العقار بتاع الإريثروبويتين. ايه بقى الحاجات اللي ممكن تأثر على الاختبار؟ حاجات خارجية. الأدوية، في أدوية أو هرمونات، أدوية بتأثر بتزود المستوى الإريثروبويتين في الدم، وفي أدوية بتقلل المستوى بتاعه في الدم. في أدوية بتزود وفي أدوية بتقلل، ولازم طبعا اللي بيعمل الاختبار يبقى عنده خلفية عن الأدوية دي على أساس إن هو بتأثر على نتيجة الاختبار. يعني ممكن تبقى الزيادة هنا ناتجة من الأدوية مش ناتجة من وجود حالة مرضية. عملية نقل الدم، blood transfusion، أو نقل الدم، من ضمن الحاجات برضو اللي هي بتقلل
مستوى الإريثروبويتين لنقل الدم، بيصاحبه طبعا وجود خلايا دم حمراء داخله للدوره الدمويه محمله بالاكسجين، فده طبعا بيقلل مستوى الإريثروبويتين في الدم. هنيجي بقى هنا للاسباب المرضيه اللي ممكن تزود مستوى الإريثروبويتين في الدم. طبعا اول حاجه الانيميا، جميع حالات الانيميا على طول هيصاحبها نقص في الاكسجين، نقص في الاكسجين في الدم. الانيميا معناها نقص في عدد خلايا الدم الحمراء او الهيموجلوبين في الدوره الدمويه، فطبعا هيصاحبها على طول نقص في الاكسجين، فهيزيد مستوى الإريثروبويتين. مستوى الإريثروبويتين هيزيد لو في زياده في الانتاج من الكليه، لو الكليه بتفرز الإريثروبويتين بكميات كبيره نتيجه لوجود مثلا سرطان في الخلايا الكلويه، طبعا ده هيؤدي الى زياده في افراز الإريثروبويتين، فبرضه ده يعتبر سبب من ضمن الاسباب. السبب الثاني برضه وجود مرض في الكبد. الكبد احنا قلنا بيشارك بنسبه صغيره للإريثروبويتين في الدوره الدمويه، فلو وجود مثلا سرطان في الكبد ممكن برضه يزود الإريثروبويتين في الدم. الحاجه اللي بعد كده لو في حاجه ليها علاقه مثلا بيقول ان هو الهاي التيتيود، يعني الناس اللي بتعيش في المرتفعات، الاماكن المرتفعه عن سطح البحر، الاماكن دي بتبقى فيها نقص في الاكسجين، فبيبقى عندهم زياده في مستوى الإريثروبويتين بكميات كبيره، وده بيخلي دايما عندهم نوع من انواع البولي فايسيميا، يعني خلايا الدم الحمراء بتبقى موجوده بكميات كبيره عندهم، لكن بيبقى في افراز مستمر للإريثروبويتين عشان نقص نقص الاكسجين. الحاجات اللي بيصاحبها مرض في الجهاز التنفسي، يعني لو في مرض في الجهاز التنفسي او في الرئه وبيعوق عمليه التنفس الطبيعي، فبالتالي بيقلل كميه الاكسجين اللي موجوده في الدوره الدمويه، ده طبعا هيصاحبه على طول زياده في انتاج الإريثروبويتين عشان يعوض النقص في الاكسجين. الحاجات بقى اللي هيقل فيها مستوى الإريثروبويتين في الدوره الدمويه هتشمل اول حاجه وجود كرونيك رينال ديزيز، وجود فشل كلوي مزمن، لو وجود طبعا ديزيز مرض موجود في الكليه، وجود مرض مزمن في الكليه طبعا ده هيقلل من افراز الإريثروبويتين في الدوره الدمويه، لان هو المصدر الاساسي للإريثروبويتين هو هو الكليه. الحالات اللي هي الحاجه اسمها برايمري بولي سايسيميا، معروف ان البرايمري بولي سايسيميا دي بيصاحبها هايبر بليجيا في البول مارو سيلز، يعني بيبقى في زياده كبيره لبناء خلايا الدم الحمراء في نخاع العظم، مصدرها اساسا البول مارو، ملهاش علاقه بالإريثروبويتين، دي الخلايا بيحصل فيها كده تضاعف وبتزيد خلايا الدم الحمراء بكميات كبيره، طبعا طالما زادت بكميات كبيره في الدوره الدمويه فده هتؤدي الى زياده في الاكسجين، وبالتالي هيقل مستوى الإريثروبويتين في الدوره الدمويه. تمام، يبقى كده على طول الحاجات طبعا اللي هتصاحبها عمليه الكيموثيرابي اللي هي العلاج اللي هو الكيميائي، العلاج الكيميائي طبعا حاجات الكيموثيرابي، العلاج الكيميائي اللي بيستخدم في السرطانات طبعا ده بيصاحبه انيميا، فبالتالي هيقلل هيقلل الكيموثيرابي، العلاج الكيميائي المستخدم في علاج السرطانات طبعا بيبقى توكسيك، بيبقى سام للكليه، فممكن برضه يأثر على الإريثروبويت. يبقى ده عباره عن الإريثروبويت يعتبر نوع من انواع البروتين اللي موجود في الدوره الدمويه، هام جدا لبناء خلايا الدم الحمراء، المنبه الاساسي لافرازه من الكليه هو نقص الاكسجين، بيزيد دايما الإريثروبويتين في الدورة الدموية زي ما قلنا في حالات نقص الأكسجين، ده هو الإريثروبويتين. أمل إن احنا نكون غطينا كل الحاجات المتعلقة بالإريثروبويتين ووظيفته وإمتى بيزيد وإمتى بيقل في الدورة الدموية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.